نطلع الدور الجديد سلسلة، راح نعمل 19 غرزة حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، وأكمل لين ما أوصل للغرزة 19. وصلت الغرزة 19، الغرزة اللي بعدها راح نعمل نص عمود، بعدين راح نعمل تناقص في 8 الغرز الجاية. التناقص بيكون بغرزة العمود، راح ندخل في الغرزة الأولى، نسحب الخيط، نعمل نص العمود ما نكمله، وبعدين ندخل في الغرزة الثانية، نسحب الخيط ونخرج غرزتين، ثلاثة غرز بهذه الطريقة. نكرر هذه العملية 8 مرات احتسابا مع هذا التناقص الأول، بعد كده التناقص الثاني نفس الفكرة، ونكرره 8 مرات. إذا أنا ماني عارفة فين أوقف، زي ما علمتكم أول، حط علامة لنهاية التناقص، ولما توصل عنده يصير ما تحتاج تعد. كده خلصت التناقص من هنا إلى هنا. بعد كده ننتقل للجهة الثانية، راح نعمل نص عمود ونعيد 19 غرزة حشو. آخر السطر راح أقفل بمنزلقة في أول سلسلة عملناها. راح أكمل أنا 19 غرزة إلى ما أصل إلى نهاية السطر وأقفلها. الآن نطلع الدور اللي بعده، نطلع سلسلة، وراح نعمل نفس فكرة البروز اللي في الأسطر السابقة هذه، إننا ندخل الحشو من الأعلى في الغرزة اللي في أول غرزة، وبعدين الغرزة اللي بعدها اللي من تحت، ونسحب الخيط ونكرر هذه غرزة ما بين الغرز. راح نكمل هذه الطريقة إلى نهاية السطر، ونقفل آخر السطر بمنزلقة في أول سلسلة عملناها، فيكون عندنا مجموع الغرز في هذا الدور 48 غرزة. كده انتهينا من الدور، نبدأ دورة جديد، نطلع سلسلة. طيب في هذا الدور راح يكون عندنا تناقص، راح أعمل 17 غرزة حشو، واحد، اثنين، راح أكمل 17 غرزة حشو، وبعدين نبدأ نغير الغرز. عند الغرزة 17 نعمل بعدها نص عمود، بعد كده راح نعمل تناقص عمودين، ونكرر هذا التناقص 6 مرات فوق التناقص اللي سويناه المرة الأولى. فراح أبدأ بالتناقص العواميد، نفس ما وريتكم في السطر السابق، بس كانت 8 عدد التناقص، ودحين هيكون عدد تناقص 6. بهذا الشكل راح أكمل التناقص حقي، ونرجع نعيد نفس اللي كررناه في الجهة الأولى. بعد انتهاء من التناقص 6 مرات نعمل نصف عمود، والجهة الثانية هي تكرار للجهة الأولى، ونرجع نعمل 17 غرزة حشو إلى نهاية السطر، ونهاية السطر نقفل بمنزلقة. وأنا راح أكمل السطر دحين كله حشو للنهاية، وبعدين أقفل ونرجع مع بعض للسطر الجديد. بعد انتهاء من السطر نطلع سلسلة، ونعمل الغرزة اللي هي بين الغرز، اللي هي ندخل من الغرزة من فوق
ونكرر هذه الطريقة إلى نهاية السطر. راح يكون عندنا مجموع الغرز في ده السطر 42 غرزة حشو. كملوا الدائرة كاملة بنفس الطريقة إلى نهاية السطر وقفلوا المنزلقة في أول سلسلة عملناها. انتهيت من السطر 42 غرزة. نبدأ سطر جديد واحدة سلسلة واحدة وبعد كده 14 غرزة حشو. تكملوها إلى ما توصلوا للغرزة الأربعة. طيب خلصنا الأربعة عشر غرزة، دحين راح نعمل نصف عمود وبعدين نبدأ تناقص في الغرزة الجاية. راح نعمل تناقص عمودين وراح نكرر هذا التناقص 6 مرات. طيب طريقة التناقص زي اللي وريتكم، هي في أول مرة تناقصنا فيها تناقص عمودين بهذا الشكل، وراح نكررها 6 مرات من الجهة الأمامية للحذاء، والجهة الثانية هنا راح نكرر نفس اللي عملناه في الجهة الأولى. هذا آخر تناقص من عواميد. بعد كده راح نعمل نص عمود ونكرر 14 غرزة حشو إلى نهاية السطر، وبعدها نقفل بمنزلقة في أول غرزة عملناها. قفلت السطر وطلعت قفلت السطر بمنزلقة وطلعت سلسلة، ودحين راح نكرر طريقة بروز السطر زي السطر اللي هنا واللي هنا واللي هنا، وراح نكرر العملية بحيث إننا نطلع في هذا الدور ب 36 غرزة. راح تكون غرزة حشو ما بين الغرز. نكرر الغرزة دائر مدار السطر إلى أن ننتهي منها ونقفل في مكان ما بدأنا. طيب حطلع سلسلتين في الدور اللي بعد، وراح أشتغل من هذا الدور إلى الدور الثالث عواميد عادية بدون أي تزايد، وراح تكون عددها 36 عمود. نبدأها من بداية السطر، نطلع سلسلتين وبعدين نبدأ نشتغل العواميد. طبعا العواميد راح تكون شكلها أطول من غرزة الحشو فتعطينا شكل جميل في أعلى البوت. أنا راح أكمل دحين الثلاثة الأسطر من البوت بهذه العواميد، ولما أخلصهم راح أرجع لكم وأوريكم كيف شكلها صار، ويكون أنتوا كمان خلصتوا طريقة عملها. طيب انتهيت الدور وقصيت الخيط، راح نبدأ دحين نكمل البوت من فوق لكن من مكان مختلف. طبعا دحين احنا زي ما انتم شايفين فردتين الحذاء، جهة للبوت راح تنقفل من اليمين وجهة راح تنقفل من اليسار، فاحنا نبغى نحط علامة بحيث انه العلامة الاولى تكون عكس العلامة الثانية. راح نعد من نصف الحذاء من الخلف. دحين احنا زي ما احنا كده عاملينه، انت اول شيء خليه فلات وبعدين روح من ورا من هذه الجهة وعدي من المنتصف، من هذا الخط اللي في المنتصف، الغرزة اللي في المنتصف تكون عندك، عدي 12 غرزة يمين الحذاء. مثلا هذا الحذاء الأول عدي 12 غرزة يمين، الحذاء الثاني عدي 12 غرزة يسار. نعد من هنا، مثلا هذا عندي الغرزة اللي هنا في المنتصف، راح أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنا راح أحط العلامة. طيب هذا الحذاء الأول، لا تلخبطي، إذا كان هذا هنا في اليمين فمعناته هذا راح يكون الجهة الثانية. هذه الطريقة، هذا هنا يمين يصير هذا هنا يسار. إذا راح أعد الحذاء الثاني من الجهة الثانية، هنا المنتصف الخلفي راح أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنا راح أحط علامتي في الحذاء الثاني، يصير من هنا راح نبدأ وننتهي الدور. طيب راح أبدأ بالحذاء الأول وأوريكم كيف. طيب راح نبدأ ناخذ الخيط، نعمل عقدة البداية وبعدين نطلع 3 سلاسل
واحد اثنين ثلاثة، ونشبك هذه الثلاثة السلاسل في الجزء هذا اللي احنا علمناه بهذه الطريقة. راح ادخل هنا واسحب الخيط واعمل الغرزة الاولى. طيب غرزة الحشو الاولى هنا، اذا راح اكمل هنا بقية السطر كامل، داير مدار السطر بعمل غرز حشو، راح تكون 38 غرزة حشو. لما اوصل نهاية السطر راح اوريكم كيف راح تكون نهاية السطر. راح اكمل داير مدار البوت واعود اليكم مرة اخرى. طيب وصلت هنا اخر السطر عند بداية العلامة وقفلت بمنزلقة، وراح تلاحظوا هنا في ثلاثة سلاسل البداية ما راح نشتغل فيها دحين لانه راح نرجع لها في الدور اللي بعده. راح نطلع هنا سلسلة ونقلب العمل بهذه الطريقة بحيث انك انت راح تشتغلي من داخل الحذاء من جوا، مو زي اول من طول ما كنا نشتغل من برا. راح اكمل هنا غرز حشو في ده الدور بنفس الطريقة، راح ادخل هنا واكمل غرز الحشو. ورايما ما اوصل عند نهاية السطر، لما اوصل هنا نهاية السطر راح اكون وصلت هنا عند السلاسل اللي انا عملتها هنا، فانا راح اكمل هذه الغرز حقتي لين ما اوصل هنا. لما اوصل هنا راح يكون عندي تكملة الغرز بحيث انه يكون عددها 40. دحين احنا ده الدور عدد الغرز عندنا 38 غرزة، اذا خلصنا هذا الدور راح تصير 40 لاننا راح نكمل الشغل. لما نوصل هنا راح نكمل غرزتين حشو زيادة مع السلاسل اللي طلعناها هنا في البداية، فانا راح اكمل الين هنا واوريكم كيف راح نكمل الزيادة في ده الدور. شوفوا هنا وصلت نهاية السطر، راح يكون هنا 38 غرزة، عشان تصير 40 راح ندخل في السلاسل اللي عملناها هنا في البداية. راح ندخل الغرزة الأولى، طبعا هي شوية صعبة الدخول لأن راح تكون من عكس السلسلة من ورا، بس مو مشكلة. هاي 39 وهذه الغرزة الأخيرة اللي هي الغرزة 40. طيب دخلتها بهذا الشكل وكده نكون انتهينا من ده السطر. ايش راح نسوي دحين؟ راح نعمل سلسلة ونكرر نفس هذا السطر ونبدأ من بداية العمل اللي هنا عملناه، نستخدم هذا الغرزتين البداية بداية السطر، راح ندخل فيهم ونبدأ غرز الحشو من هذا الدور من هذا المكان، ونكمل داير مدار السطر وراح يكون نفس العدد 40 غرزة حشو في النهاية. طبعا كل عمل كل سطر نشتغل فيه نقلب العمل، فمرة راح نشتغل من قدام ومرة راح نشتغل من الخلف، انتبهوا لهذا النقطة علشان ما يتخربط عليكم العمل. طيب راح اكمل انا لنهاية السطر، هنا راح يكون نهاية سطري بداية ما حطيت العلامة.